إن الحمد لله وحده نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير له ولا شبيه له فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الموحدون الكرام، فهذا زاد جديد عدة للبلاء وللصابرين على بلائهم مع سلسلة الشفاء في فقه البلاء. لقاء اليوم بعنوان زاد الرضا عند البلاء، وهذا اللقاء منقسم إلى قسمين، لأن كل واحد من القسمين لا يستغني عن الآخر. الرضا يعرفه العلماء بأنه ضد السخط أو عكس السخط، والسخط هو الهلع، الجزع، اليأس، القنوط عندما ينزل عليك بلاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الإنسان الضعيف: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. فالرضا عكسه الجزع، إنسان يبتليه الله فيرضى. يرضى يعني يهدأ، يرضى يعني يصبر، لكن الرضا أعلى منزلة من الصبر. فإنسان ينزل عليه بلاء يصبر ويتحمل، لكن ربما يغلي غلي القدر في داخله من البلاء الذي نزل عليه، لكنه يلجم هذا الغليان فيصبر. اللي أعلى منه الراضي، هو الذي بداخله نار لكنه يطفئها بماء الرضا. والرضا معناه أنك رضيت بالله ورضيت من الله بما جعله فيك من قضاء وقدر، ورضيت عن الله ووكلته أنه هو الذي يسلج صدرك عند نزول البلاء عليك. طبعا ده كلام نظري، لا يشعر بقيمة الرضا إلا من رضي، ولذلك أنت لما ترضى ربنا يرضيك، وده كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. امرأة يموت زوجها أو يموت أباها أو يموت أخاها فترتدي عليه السواد سنين طوال، فكأن الله يقول لها: اخترت السواد ستعيشين في سواد، ويظل الحزن ساكن في قلبها لا يخرج منه أبدا، لأنها هي اختارت السواد واختارت الحزن واختارت اليأس واختارت القنوط واختارت الجزع. ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني أنت اللي بتختار الطريق الذي تسير فيه. يعني عايزين نعيش الرضا، عايزين نحس بالرضا، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا ويبتلى. فإذا كان كل الناس
يقع عليهم بلاء، فلازم كل الناس يحسوا بالرضا. والرضا مش كلام نقوله كلام نظري، أيوة ده فلان الفلاني لما وقع عليه بلاء راضي وعمل كذا، وربنا بيقول من رضي فله الرضا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع عليه بلاء راضي. لا ده كلام نظري. إيه الكلام العملي؟ يعني لما نيجي نسأل سؤال في بداية اللقاء ونقول ما هي الأمور التي تساعدك أن ترضى عند نزول البلاء عليك؟ ودي حاجات مهمة جدا، خطوات أساسية لا بد أن تمسكها في يدك، تفكر فيها بعقلك، تدخلها إلى قلبك حتى تصل إلى الرضا، لأن الرضا زي ما قلت لحضرتك أعلى من مجرد الصبر. فلما ربنا يقول عن الصابرين وبشر الصابرين، ولما يقول عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أمال هيعمل في الراضين إيه؟ أمال هيعمل في الراضين إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا، ربنا يرضيه في الدنيا وفي الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فكان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. حاجة في بيت الغرابة، يعني كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وأنا زمان قلت لك قاعدة مهمة جدا، الجزاء من جنس العمل والأجر على قدر المشقة، فعلى قدر ما بتتزود بالرضا، على قدر ما بتتحمل، على قدر ما بتضرب نفسك على الرضا عند نزول البلاء، على قدر ما يعطيك الله من أجر، على قدر ما هتجد يوم القيامة في الدنيا وهتجد يوم القيامة من عطاء الله سبحانه وتعالى. فكيف ندخل جنة الرضا مع نار البلاء؟ البلاء ده نار يا جماعة، البلاء ده ما لا يشعر بناره إلا من اكتوى بناره. اللهم خفف عنا مر القضاء يا رب العالمين، والطف بنا عند القضاء والقدر يا أرحم الراحمين. البلاء ده يا جماعة في بلاء ممكن يخلي الإنسان ما ينامش ولا يأكل، ممكن الإنسان يصاب بمرض من الصدمة، ممكن حاجات كتير جدا. عشان كده أنا أسميه البلاء ده أسميه نار البلاء. طب أين جنة الرضا؟ أنا عايز أسأل الله أعمل إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة إزاي؟ خد بقى هذه الرشدة الدقيقة عن الله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لتعلم كيف ترضى وتؤهل نفسك لترضى عند نزول البلاء عليك. أربع خطوات. الخطوة الأولى إزاي أرضى ساعة نزول البلاء؟ قال لك أولا اعلم يقينا عند نزول البلاء عليك أن الله الذي نزل عليك البلاء أرحم بك من أمك ومن أبيك. طب دي علاقتها إيه بالرضا عند البلاء؟ ما أنت لو فهمت الجزئية دي هتثق في أن ربنا ما أنزلش عليك ذلك البلاء إلا رحمة بك فهترضى. يقولها تاني، قال صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة ترضع ولدها وتضمه إلى صدرها وبطنها قال لأصحابه أتظنون أن هذه المرأة ترمي وليدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله لله أرحم بعباده من هذه بوليده. أنا ما عنديش شك، أنا ليس عندي شك لحظة واحدة أن الله أرحم بي من أمي، بل أرحم بي من زوجتي، بل أرحم بي من ابني، بل أرحم بي من نفسي. ده الغريبة قوي بقى، يعني الناس يفكروا ان ايه ده نفسي نفسي، حتى يوم القيامة كل الخلق يقول لك نفسي نفسي. لا، ده في حد أقرب ليك من نفسك وأرحم بيك من نفسك، اللي هو مين؟ رسول الله، واللي أعلى منه رب العالمين. نعملها بالقياس بقى العقل الدقيق، تجد أن الله حين يبتليك لم يبتليك مهانة لك ولا ذلا لك، ولا حتى تخرج من رحمته، ولا عشان يطردك من عظمته. لا يا جماعة، والله الله يبتلينا لأنه يرحمنا، وزي ما أنا قلت لحضرتك الله يبتليك ليرفعك، أو يبتليك ليطهرك، أو يبتليك ليربيك، أو يبتليك ليحميك، أو يبتليك ليضمك إلى حضرته بعد أن هربت منه سبحان الملك. فلما تيجي تفهم إن ربك يبتليك رحمة بك هتثق فيه وتثق في قضاء وقدره هترضى. سلمت يا رب. طب سلمت ليه؟ لأني واثق فيك
وأعلم إن اللي أنت نزلته علي من بلاء ده خير لي وأنت أرحم بي من نفسي. العبد بقى بيفهمها بعد سنوات، بعد الدنيا ما بتعدي والدنيا بتفوت وإلى ما غير ذلك، يوم يفهمها يقولك يا سبحان الملك، ده لولا الحادثة التي حدثت لي كنت هسافر السفرية الفلانية، وكنت هروح المكان الفلاني، وكنت هعمل كذا وكذا وكذا، يمكن كنت أقع في جريمة قتل وأداني مسجون 15 أو 20 سنة. الحمد لله الذي أصابني ببلاء في تلك الحادثة حتى لا أسافر. شوف 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 العبد، بس بقراها امتى؟ العبد المؤمن الفطن بقى بيقراها في لحظتها ثقة في الله حتى وإن لم يعلمها. إنما بقى الضعيف الإيمان بقى على قد إيمانه بيقراها بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد اثنين، بعد ثلاثة، ها؟ تمام؟ إنما المؤمن بيقراها في لحظاته، يقرأ رسالة ربنا بتاعت البلاء دي في لحظة واحدة. يبقى دي أول خطوة يا جماعة علشان إيه؟ علشان ترضى عند البلاء، اللي هي إيه؟ أن تعلم يقينا أن البلاء نزل من الله رحمة بك وهو أرحم الراحمين. ارضى بقى يا أخي، ما بترضاش ليه؟ ده محدش أرحم منه وبيبتليني. أيوة رحمة بك، ارضى، رضيت يا رب. طيب الخطوة الثانية عشان ترضى، قال لك الخطوة الثانية، الخطوة الثانية أن تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى أعطاك نعم لا تحصى ولا تعد. فلما البلاء ينزل عليك أريد منك أن تنظر لحجم النعم مع حجم البلاء الذي وقع عشان ترضى. يعني ايه؟ يعني احد الصالحين فسرها في جملة لما دخلوا عليه يعزونه مرتين، ابنه سقط من فوق البيت فمات، وفي نفس الايام قطعت رجل من رجليه، فدخلوا بقى كده ومش عارفين يقولوا له ايه، دخلوا يعزوه، يعزوه في ايه؟ في ابنه ولا في رجله؟ فبدأوا يعزوه، فابتسم وقال الحمد لله الذي ابتلاني بذلك، فقد كان لي عدة أولاد أبقى لي ثلاثة وأخذ واحدة، الحمد لله الذي ابتلاني في قدمي، كانت لي رجلان أبقى لي واحدة وأخذ واحدة، فله الحمد وله الرضا. هي دي تفسير إنك علشان ترضى وتلجم نفسك وتربي نفسك على الرضا، انك ساعة نزول البلاء ما تنظرش للكم الفارغ في الكوب زي ما انا علمتك زمان وزي ما احنا تعلمنا من علمائنا زمان. دايما الانسان الطماع بينظر للحتة الفارغة في الكوب. طب ما تنظر الى بقية الكوب، ما ثلاث ارباعه مليان. فنحن ننظر للبلاء، ربنا خد ايه؟ طب ما تقول ادى ايه؟ ربنا خد ايه؟ طب ما تقول ساب لك ايه؟ ربنا ابتلى في ايه؟ طب ما تقول انعم في ايه؟ كده ساعتها تعلم يقينا انك مغمور ومغموس في نعم الله التي لا تحصى ولا تعد. فلما تيجي تبص بقى ان هو ابتلاك مش عارف في حته في رجلك، طب ما تبص للرجل الثانيه سليم، طب ما تبص للجهاز الهضمي سليم، ما تبص للجهاز الدوري والقلب سليم، ما تبص لمخك وخلايا مخك سليم. لا لا لا، ده تلاقي انت ما عندكش حاجه. سبحان الملك. يبقى من المساعدات على الرضا عند البلاء أن تنظر لما أبقى حين تنظر لما أخذ، أن تنظر لما أبقى لك من نعم حين تنظر لما أخذ عند البلاء منك. ساعتها لازم هترضى لو أنت عندك عقل. الخطوة الثالثة عشان أرضى أعمل إيه؟ قال لك أن تنظر لبلاء غيرك لتعلم أن بلاءك أخف والله لطيف بك، ساعتها هترضى على طول. يقول لك يا أخي سبحان الله العظيم، أنت بلاءك في إيه؟ يقول والله بلائي رجلي اتكسرت. طب يا أخي بص لغيرك ده رجليه اتقطعت وارضى. وأنت بلاءك في إيه؟ والله ابني رسب السنة دي في آخر سنة في الثانوية أو في الجامعة. يا أخي طب احمد ربنا فلان الفلاني ابنه أصيب بالسرطان. قال لا، واحد يقول لك لا انا ما فيش اكتر من كده بقى، ايه اللي حصل يعني؟ انا بيتي وقع واتهد. يا اخي طب احمد ربنا ده فلان الفلاني بيته اتهد على بنته وابنه ومراته وماتوا الثلاثه مع البيت اللي اتهد. معقوله؟ هي لازم تتحسب كده. طب تتحسب كده ليه؟ عشان ترضى. ما انت نفسك دي غريبه، نفسك متمرده عليك، نفسك
نفسك بتفلت منك، فأنت لا تستطع أن تقود وتلجم نفسك إلا إذا ألجمتها بنور العلم عن الله. ونور العلم عن الله بيقول لك أول ما البلاء ينزل عليك ما تولولش ولا تجزع، إنما اعمل إيه؟ بص حواليك، انظر حولك لبلاء غيرك، واعلم أن الله لطيف بك في بلائك. ويقول لك في المثل البسيط البلدي يقول لك اللي ينظر لبلوة غيره تهون عليه بلوته. صح يا جماعة، اللي ينظر لبلوة غيره تهون عليه بلوته. وده اللي قاله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة لما جاءوا إليه وهو مستند ظهره إلى الكعبة صلى الله على محمد، يشتكون له الأذى والضرب والتعذيب اللي كان بيحصل له. فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تنظر لنا، ألا تبحث لنا على الحل؟ فالكلمة جميلة قوي، قال اصبروا فقد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يسقط على الأرض نصفين ولا يرده ذلك عن دينه أبدا. هو إن نموذج اللي قاله النبي في الحتة ديت هو اللي أنا بقوله في المثل ده، إنك عشان ترضى مش تنظر لبلائك عشان تهول المسألة على نفسك، لا، انظر لبلاء غيرك لتعلم أن ما أصابك واحد على مليون أو مليار مما أصاب الآخرين سواء أنبياء أو صالحين أو غيرك أو الناس اللي حواليك. فاحمد الله وارضى باللي ربنا ابتلاك بيه. دي الحاجة التانية. الخطوة الرابعة علشان حضرتك ترضى ساعة نزول البلاء عليك، قال لك مهمة جدا، ايه هي؟ قال لك قوي جهاز المناعة فيك بأخذ 4 أقراص فيتامينات كل يوم. ايه بقى الكلام الغريب ده؟ اقولها تاني، اعمل ايه يا رب العالمين عشان ارضى ساعة نزول البلاء، عشان الجم، عشان اهدأ، عشان ما اجزعش، عشان ما صوتش ولطم ولا ولول، عشان مش هدان نقول كلام لا يرضيك يا رب العالمين، اعمل ايه؟ قال لك قوي جهاز المناعة عندك باخذ 4 أقراص فيتامينات كل يوم. جبتها منين ديت؟ قال لك اسمع ما يقول الله سبحانه وتعالى وهو يقول لحبيبه ويقول لأمة حبيبه إلى يوم القيامة: إذا ما نزل عليكم بلاء وأردتم أن تصلوا إلى الرضا الحقيقي فاقرأ معي هذه الآية: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. أدي قرص قبل الشمس ما تطلع، وقبل غروبها، أدي قرص آخر النهار قبل غروب الشمس، ومن آناء الليل في وسط الليل، أدي كمان قرص، ومن آناء الليل فسبح. القرص الرابع إمتى؟ وأطراف النهار. ألا طب الأقراص دي أخذها ليه؟ قال لك لعلك ترضى. سبحان الملك. يا جماعة ربنا ما سابش حاجة ولا ترك شيء، ربنا بين كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. بقول لك حتى ترضى، الخطوة الأخيرة والرابعة حتى تصل إلى الرضا اللي هو أعظم من الصبر عند نزول البلية عليك، فعليك أن تتناول كل يوم 4 أقراص فيتامين من صيدلية رب العالمين. هذه الأقراص هي أقراص التسبيح لله. التسبيح معمل إيه؟ قال لك يربيك، وإيه كمان؟ يوصلك بالملك، وإيه كمان؟ ويقوي جهاز المناعة عندك، إيه كمان؟ لعلك ترضى. قولهم تاني كده، قال لك فاصبر، أهل البلاء أهو، فاصبر لحكم ربك، اسمع، فاصبر على ما يقولون، البلاء والأذية مهما كانت البلية ومهما كانت الأذية، فاصبر على ما يقولون، القرص الأول، وسبح بحمد ربك. إمتى بالتحديد بقى؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يبقى قرص قبل الشمس ما تطلع، يعني الصبح بدري خد لك قرص سبح، وقرص قبل الشمس ما تغرب يعني قبل المغرب. والقرصين التانيين امتى؟ ومن آناء الليل، في جوف الليل قبل ما تنام او انت بتتقلب او لو قمت تشرب او لو قمت تدخل الحمام، سبح يا اخي. ليه ده كله؟ لعلك ترضى. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. عايز توصل للرضا؟ الرضا دي لغة القلب،
والقلب ده في إيد رب العالمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلن يوصلك إلى الرضا، ولن يثبت الرضا في قلبك، ولن يزود نفسك وقلبك بالرضا قبل البلية وعند البلية وبعد البلية إلا الله. كيف ذلك؟ بأربع خطوات. الخطوة الأولى اليقين أن ما أصابك رحمة من أرحم الراحمين. الخطوة الثانية أن تنظر لحجم نعم الله عليك كما تنظر لحجم البلية التي وقعت عليك، لتعلم أن النعم أكثر من البلاء. الخطوة الثالثة النظر لبلاء غيرك حتى ترضى وتعلم أن ما أصابك أهون بكثير مما أصاب غيرك. الخطوة الرابعة قوي جهاز المناعة كل يوم بأخذ أربع أقراص فيتامين تقوية جهاز المناعة، علشان إذا أصابك ضر، إذا أصابك بلاء، تجد جهاز المناعة قوي وتجد نفسك بترضى. مات ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم فبكى وحزن. فالبعض يقول لك هو الرضا ضده إن الواحد يبكي ساعة البلية أو يحزن في داخله؟ لا، بل هي رحمة من الله، دي طبيعة بشرية وطبيعة نفسية. لما بيقع الإنسان في مكروه وضر شديد فلا بد أن يخرج الطاقات الانفعالية التي تكونت في داخله، وإلا سيمرض. يخرجها إزاي؟ دموع تسقط وحزن في الداخل حتى يصل إلى الصبر والرضا. قال صلى الله عليه وسلم لما مات ولده: العين تدمع، مع أنه راضي، بل هو سيد الراضين صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا أن الرضا لا يخالف دمع العين ولا حزن القلب والنفس. قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، بس المهم الحاجة التانية دي بقى هي اللي هتنعكس وتبقى مضادة للرضا، اللي هي إيه؟ إنك تقول كلام ملوش لازمة ساعة نزول البلية عليك. إنك تقول إيش معنى يا رب ده أنا بصلي، يا رب ده أنا بتصدق، يا رب ده أنا بعمل خير، يا رب اللي بتعمل فيا كده، يا رب إيش معنى بنتي، يا رب إيش معنى ابني. الكلام ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك يقول لك إيه: العين تدمع والقلب يحزن. ده صح، ما فيهوش مشكلة. الغلط بقى: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يقول أحد الصالحين: من لم يرضى بالقضاء عند نزول البلاء فليس لحمقه دواء. اسمعها مرة ثانية. قال أحد الصالحين: من لم يرضى بالقضاء عند نزول البلاء فليس لحمقه دواء. يعني معنى الكلام ده؟ يعني انت لو عندك ذرة عقل ترضى. ليه؟ لانك لو مرضتش القضاء نازل، يعني نازل، بل لو رضيت ممكن ده يكون زاد يقويك تقابل البلاء بصبر ورضا، وفي نفس الوقت يرى الله منك الرضا فيرفع عنك ذلك البلاء. ورد في الأثر أن الملك سبحانه وتعالى يقول: من لم يرضى بقضائي، بقول لك من لم يرضى بقضائي فليخرج من تحت سمائي وليبحث له عن رب سواي. تعرف تعملها؟ مستحيل، انت مالكش إلا الله، فلازم ترضى بقدر الله وترضى بالبلية التي نزلت عليك، يقينا إن اللي جه ده اختياره، هو اختياره كل خير، لأنه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الرضا، جنة الرضا أعظم زاد لك في الدنيا، لأن الدنيا لا تخلو من بلاء، إما بنعمة وإما بفتنة وإما بنقمة
وإما ببلية، وإما بمرض، وإما بفقر، وإما بمشكلات، وإما وإما الدنيا لا تخلو من البلاء. فإذا كان الرضا مطلوب قرأت، وأنا أعد لذلك اللقاء، كلمة لأحد العلماء قال الرضا يساوي التسليم. حلوة أوي الكلمة دي، بس كلمة ناقصة. ناقصة إزاي؟ قال لك عايزة تكتمل شوية. إيه تكملتها؟ قال لك الرضا يساوي التسليم. على أنا 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 جبت الرضا زاد، أحضرت الرضا زادا للقاء اليوم، عشان أقول لك إن البلاء لما ينزل أعظم حاجة تقابل به البلاء الرضا. بس ما ينفعش كنت أتكلم عن البلاء وحده، لازم القسم الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو التوكل. توكل، توكل ليه؟ لأني قلت لك رضا يعني تسليم، بس كده خطأ. يعني مثلا لو أصيب إنسان ببلاء فسلم ونام وريح، يحصل إيه؟ الدنيا ما تمشيش. ده اسمه بقى عجز، رضا بعجز. لا، هذا غير مطلوب. أمال إيه المطلوب؟ قال لك نريد رضا بتوكل، رضا بسعة، رضا بالأخذ بالأسباب، رضا بالسعي لدفع البلية التي وقعت عليه. لا لا لا، طب هو ربنا كان نزاه لي أساسا لما طلب مني بعد كده أرفعها وادفعها وأخذ بالأسباب عشان أطلعها؟ الحيوة ده قضاء يا أخي. اختبرك مرتين، اختبرك في البلية التي نزلت تصبر وترضى ولا لا، ثم اختبرك بعد ذلك تسعى وتأخذ بالأسباب الحلال والأسباب المشروعة والأسباب اللي ترضي ربنا عشان ترفع البلية دي ولا لا. والجميل بقى أن لك أجران في الموطنين، أجر حين تصبر وترضى لما البلاء نزل، وأجر حين تسعى وتأخذ بالأسباب لترفع ذلك البلاء. سبحان الملك، يعني انت واكل، نازل واكل، طالع واكل، تؤجر حين ينزل البلاء وتصبر وترضى، وتؤجر حين تدفع للطبيب حين تذهب إليه ببلية المرض ليرفع الله عنك عن طريق الطبيب هذا البلاء. سبحان الملك، إيه الجمال ده؟ يعني في كل الأحوال رضي عنك وبحبك ويريد لك الأجر الكبير. عشان كده ما كانش ينفع نتحدث عن الرضا وحده، إنه زاد للبلاء. أمال اسمه إيه؟ اسمه الرضا والتوكل زاد البلاء. عشان أقول لحضرتك رسالة اليوم اللي هي إيه؟ لازم ترضى. بس الرضا مش معناه إنك تكتف إيديك وتغلق بابك عليك وتضع يدك على خدك وتنتظر أن الفرج يأتيك من فوق سبع سماوات. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب حتى عند البلاء والرضا لترفع البلاء الذي وقع. ولذلك ربنا اللي بيبعث المرض ونزل الشفاء وقال لك اعمل ايه لما ينزل عليك المرض؟ اسعى للشفاء والدواء عشان تركب دي على دي عشان تؤجر في الحالتين. قال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا. تداووا من ايه؟ من الامراض. طب هو مين اللي نزل بلاء الامراض؟ الله. قال لك ويطلب مني ان انا ارفع عنها البلاء ده؟ قال لك ايوه، عشان تؤجر مرتين. عباد الله تداووا فان الذي خلق الداء خلق الدواء. والحبيب صلى الله عليه وسلم يبتلى وأصحابه يبتلوا سنين طوال، يصبر ويرضى، ومع الصبر والرضا ما فيش نوم، مع الصبر والرضا ما فيش تكاسل، مع الصبر والرضا ما فيش جزع. أمال كان فيه؟ كان فيه سعة. يعني مرة من المرات يأخذهم لدار الأرقم عشان يعلمهم الثبات والعلم وإزاي يتعاملوا مع الأزمة اللي هم فيها، ومرة من المرات يقول لي مجموعة منهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يهضم عنده مظلوم، ويبعث مجموعة تانية مرة تانية بعدها فترة أيضا للحبشة، ويأخذ من الأسباب لدفع الضر بالدعاء مرة وبالصلاة مرة وبالتجهيز مرة وبالزاد المعنوي والحس مرة، ومرة الكبيرة أوي لما هاجر هو وبعض أصحابه إلى المدينة ليؤسس
صلى الله عليه وسلم الدولة والمدينة الفاضلة في المدينة المنورة. ده يا جماعة بيعلمنا حتة عصرية مهمة جدا، ألا وهي لما البلية تنزل ارضى، لكن الرضا مش معناه انك تسلم تسليم العاجز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل. فلو ظلمت فاسعى لترفع الظلم، لو ابتليت بمرض فاسعى لتشفى بإذن الله، لو ابنك رسب في مادة ولا مادتين اسعى أنت وولدك علشان ينجح في المادة والمادتين. لا تضع يدك على خدك وتقولك والله أصلا أنا راضي 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 ونايم، لا، ارفع وادفع وخذ بالأسباب لدفع ذلك البلاء. لكن الخطر الخطير والخطر الكبير في الجزئية دي أن بعض الناس يتعلقون بالأسباب وهم يأخذون بالأسباب، مع أن التوكل على الله أعظم كلمة تقال فيه هي أن تأخذ بالأسباب مع الخروج من أسر الأسباب. أقولها مرة تانية، إيه التوكل على الله؟ حق التوكل إنك تأخذ بالأسباب. الفلوس معاك اشتغل بيها، الصحة معاك اشتغل بيها، طبيب موجود الفلوس في جيبك روح للطبيب، الدواء موجود خد الدواء، مش عارف واحد ظلمك روح للمحامي روح للقضاء، مش عارف ايه لما غير ذلك. اسمع، في ناس بتركن على السبب وتنسى ان السبب ده اللي منزله ربنا، وان السبب ده مش هيعمل عمله ولا يكون لي فاعلية الا اذا اراد الله. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك خذ بالاسباب ولا تكن اسيرا للاسباب. وضحها عالم تاني وقال كلمة حلوة قوي، قال ايه؟ قال اجعل، اسمع، عند التوكل على الله والاخذ بالاسباب، عند الاخذ بالاسباب اجعل قلبك متعلق بالله وخذ بالاسباب بجوارح بدنك. يعني اسعى وتحرك وامشي بجسمك، لكن قلبك الاساس، قلبك الملك، قلبك الملك للجوارح لازم يكون، لابد وأن يكون مع الله. فكن مع الله بقلبك عند الأخذ بالأسباب واجعل جوارحك تسعى للأسباب، وإلا تكون ركنت على الأسباب مش راكن على الله، وده توكل ناقص. أيضا من الخطأ الكبير والخطر العظيم ساعة الأخذ بالأسباب إن حضرتك بتاخد بأسباب حرام عشان ترفع بلية نزلت عليك من الرحمن، ودي أعظم خطر. يقول لك والله أنا عملوا لي مخالفة في المرور بدون داعي، طب ارفع بقى البلية دي عن نفسك وخذ بالأسباب عشان ترفع البلية دي. في يوم يروح يدفع رشوة 200 جنيه ولا حاجة عشان يرفعوا المخالفة، طب يبقى انت عملت، انت ما عملتش حاجة كده، ده انت كده وقعت في مصيبتين. المصيبة الأولى أنك لم ترضى بالبلية التي وقعت حق الرضا، البلية الثانية والمصيبة الثانية أنك أردت أن ترفع البلاء الذي وقع عليك من الله بغضب لله. عشان كده يا جماعة بقول رسالة مهمة جدا، إذا ما أردت أن تفهم ذلك اللقاء فإذا نزل عليك البلاء فرضا، والرضا مش معناه أن تضع يدك على خدك، لكن الرضا معناه كمال الرضا أن تأخذ بالأسباب لترفع ذلك البلاء عن نفسك، بشرط ألا يتعلق قلبك بالسبب، لكن يتعلق قلبك برب السبب، لأن السبب مش هو اللي هيرفع عنك البلية. ثانيا ألا تذهب لسبب حرمه الله، لأنك لو ذهبت لسبب حرمه الله بهذا لا تأخذ أجرا على دفع البلية بأسباب الله، ثانيا أخذت وزرا على أنك اقترفت محرما لدفع البلية. يقول لك والله ده أنا مش عارف حاسس بإيه، ونصحوني أشرب لي يعني إيه كاسين كده على الماشي يقوموا يأثروا على الجهاز إيه يعملوا إيه وإلى ما غير ذلك، أو ينظفوا الكلية من إيه ويعملوا إيه. أقول لك يعني أنت بترفع بلاء أنزله الله المفترض يعليك ويرقيك عند ربنا بترفعه بحرام؟ لا يا جماعة. عشان كده بقول أرجوكم
التفتوا وانتبهوا أن البلاء عطية وبلية واختبار، فمن الناس من ينجح في ذلك الاختبار، ومن الناس من يرسب في ذلك الاختبار. فعشان تنجح لازم ترضى عند البلاء، وعشان تنجح لازم بعد الرضا تسعى بكامل قدراتك الحلال الصحيحة أن ترفع عن نفسك ذلك البلاء. أختم اللقاء بنموذج عظيم علمنا ربنا من خلاله في القرآن كيف يكون الإنسان راضي وفي نفس اللحظة يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب لرفع ذلك البلاء. هذا النموذج الوضاء هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، لما دخلوا عليه بقميص سيدنا يوسف وعلى القميص دم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، صبر ورضي. بس ده مش معناه انه هيضع يديه على خده، لا، سيتوكل ويأخذ بالأسباب بعد قليل. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هذا الصبر والله المستعان على ما تصفون. أبي الرضا. بعد فترة من الزمن حصلت مجاعة في الأرض، فبعث يعقوب عليه السلام أبناءه إلى مصر عشان يجيبوا الإيه؟ يجيبوا الغلال من هناك. فلما رجعوا قالوا إن عزيز مصر يطلب منا أن نحضر له أخانا، ابعثوا معنا، لو الأخ الشقيق لسيدنا يوسف، ابعثه معنا يعني علشان يزيد الحصيلة الغلية اللي احنا هنجيبها. العزيز هيعطيه بعير خاص به، كل واحد كان له بعير يعني جمل بالحمولة بتاعته. فقال خلي بالك بقى، شوف هياخد بالأسباب وياخد الحيطة هو الزكاة هو. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. خلي بالك، البلية وقع، صبر ورضي، وبياخد بالأسباب، بياخد بالأسباب، هيبعث أخو سيدنا يوسف معهم لكن هياخد بالأسباب. قال ادوني موثقا بيني وبيني وبينكم وبين الله إن كنتم مش تضيعوه إلا أن يحاط بكم. خلاص المسألة انتهت على كده؟ لما انتهتش على كده. وقال لهم إيه كمان؟ وقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. شوف الأخذ بالأسباب، يعني برضو رغم أن البلية موجودة ورغم أن في بلاء وقع، إلا أن سيدنا يعقوب بيعلمنا إزاي تكون الأسباب. ما تروحش لمحامي نصاب ينصب على واحد علشان يكتب الشيك اللي معاك اللي بيبقى 1000 جنيه ولا حاجه، يكتبه ب 20 30 مش عارف نص مليون ولا غير ذلك، وبعد كده تبيع الراجل بيته واهله. دي طريقه لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يبقى انت اردت ان ترفع البلاء ليتصل الى حقك اللي هو 1000 جنيه، تقوم توقع مظلمه وظلم كبير جدا يساوي نص مليون جنيه. فسيدنا يعقوب بيقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. عشان كده بقول لحضراتكم لازم الواحد ساعة البلية يرضى، ولازم مع الرضا ياخذ بالأسباب عشان يرفع البلاء عنه. شفت سيدنا يعقوب بيقول إيه؟ لما ضاع أخو سيدنا يوسف، لما جاءوا وقالوا له إن ابنك سرق، اللي هو التاني بقى، وأخذوا العزيز وأخذوا الملك أسير عنده وعبد عنده، قال كلمة جميلة أوي، قال كلها رضا كلها صبر كلها يقين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولم يضع يده على خده، بل بعدها مباشرة قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم ارضنا وارض عنا واجعلنا من عبادك الراضين. اللهم ارضنا وارض عنا واجعلنا من عبادك الراضين. اللهم ارضنا وارض عنا واجعلنا من عبادك الراضين.
اللهم أدخلنا جنة الرضا في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل منها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا فيما قضيت به يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن سوء القضاء يا رب الأرض ويا رب السماء. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا سالما رددته، ولا غائبا إلا سالما رددته، ولا دولة للحق وقعت وسقطت إلا قومتها وعدلتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. حسن اللهم أخلاقنا وبارك في أرزاقنا، وتول جميع أمورنا، وارفع شأننا وارفع قدرنا وارفع رايتنا وأعز إسلامنا، ولا تخيف فيك رجاءنا. وحسن اللهم أخلاقنا وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.